قصة وحزورة. ركزوا منيح يا أصدقائي، لأنه بهيدا التقرير رح نحكي مع بعض عن كيف منهتم بأغراضنا حتى ما نضيعن. رح نحكي عن ثلاث طرق عملية ممكن تساعدنا بالتنظيم والترتيب. رقم واحد، ترتيب بعض الأمور بشكل روتيني، يعني إذا مندب أقلامنا مثلاً كل يوم بنفس المكان والزمان، هيدا الشي يصبح سهل جداً مع الوقت، وممكن نطبق هيدي الطريقة على الكثير من الأمور بحياتنا اليومية. ثانياً، فينا مثلاً نعلق لائحة على حقيبة المدرسة وعليها مكتوب الأمور الأساسية يلي منحتاجها، وهيك ممكن نراجع اللائحة بكل وقت ونتأكد إنه ما ضاع منا شيء. ثالثاً، في البيت مثلاً فينا نوضع إشارة أو علامة على الرفوف والسلل بمحتوى الأغراض، وهيك كل شيء بيروح إلى مكانه المناسب وسهل جداً نلاقيه لما نحتاجه. وتذكروا يا أصدقائي أنه كلمة الرب بتقول ينبغي أن يتم كل شيء بلياقة ونظام.